هل إجابة دعوات الزواج واجبة على المرأة؟ علما بأنها تلاحظ بعض الأخطاء في حفلات الزواج، وفي حالة عدم ذهابي قد تحدث مشاكل مع الأهل. وجهونا جزاكم الله خيرا. الأفضل للمرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرج لحفلات الزواج لما في ذلك من الخطر والفتنة. وإذا كانت المرأة لها أن تصلي في بيتها أفضل من أن تصلي في المسجد كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلأن تبقى في بيتها ولا تذهب للحفلات من باب أولى. فخير للمرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرج للحفلات. وإذا كان ولا بد من الخروج لما يترتب على الامتناع من آثار سيئة مع الأقارب، فإنها تخرج إلى الحفلات بشروط. الشرط الأول أن تكون متحفظة ومتسترة ومتجنبة للزينة والعطور والروائح. والشرط الثاني أن يكون الطريق إلى مكان الحفل سليما من الفتن ومن الأخطار، لأن تصل إلى المكان بدون تعرض لفتنة. طيب. الشرط الثالث أن لا تشتمل هذه الاحتفالات على منكرات، لا تشتمل على منكرات من المعازف والمزامير والمطربين وحصول تهاون النساء بالستر. طيب. والحياء. فإذا تمت هذه الشروط فلا مانع من خروجها. نعم.